اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أصعب الكلام كلام يخص الرسول صلى الله عليه وسلم. مدح الرسول من أصعب ما يمكن، لأنه لا يمكن لأحد أن يمدح الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، فربه هو المادح. ولذا نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا محبي الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أحباب النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ها نحن نقترب من شهر المولد النبوي الشريف، ونرجو الله عز وجل أن ينزل علينا من بركات هذا المولد النبوي الشريف، من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصنا من بركات النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله تعالى رحمة للعالمين، ألف ألف الصلاة والسلام عليك من الله إليك، ألف ألف الصلاة والسلام عليك من ملائكة السماوات والأراضين إليك يا سيدي يا رسول الله، ألف ألف الصلاة والسلام عليك منا إليك، ألف ألف الصلاة والسلام عليك منك إليك، ألف ألف الصلاة والسلام عليك من رب العالمين إليك. أعلى الله تعالى درجاتكم دائما يا سيدي يا رسول الله، وأمدنا بمددكم ونفعنا ببركات أنفاسكم القدسية، وأفاض الله تعالى عليك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قل على قلب ولا على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر يا سيدي يا رسول الله. وأفاض الله تعالى عليك من عناياته وبركاته وبركات السماوات والأراضين، وأفاض الله تعالى عليك من ذات بحته يا سيدي يا رسول الله، من خزائنه التي لا تعرف يا رسول الله، وأفاض الله تعالى عليك من أنواره ومن تجلياته ومن بركة أسمائه وصفاته ومن علوم القرآن يا سيدي يا رسول الله، وأفاض الله تعالى عليك من أسرار القرآن، وأفاض الله تعالى عليك يا سيدي يا حبيب الله مما لا يمكن علمه أبدا ولا يظهر حكمه أبدا في هذا العالم أو في ذاك العالم يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين. جئناك متواضعين، جئناك على بابك يا سيدي يا رسول الله، فلا تردنا عن بابك خائبين، وأدخلنا في بحر عنايتك يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله بشهادة السماوات والأراضين، بشهادة الله عز وجل، بشهادتك يا سيدي يا رسول الله، بشهادة ما خلق الله عز وجل من الما سوى. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، شهادة دائمة يا رب يا الله، دائمة في كل لحظة من لحظات حياتنا، في كل لحظة من لحظات هذه الدنيا إلى أن نلقاك يا رب العالمين، شهادة بمحبتك لمحبتك ومحبة رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام. ونستغفرك من الذنوب التي ظهرت منا من يوم ولست ربكم قالوا بلى إلى يومنا هذا، كم ظهر منا من كبائر وجنايات وآثام وبهتان وغيبة ونميمة، تبنا ورجعنا إلى الله، نتوب إلى الله توبة نصوحة، يا ربي تقبل توبتنا. ومن عهدنا هذا إلى يوم القيامة نرجو حفظك وأمانك يا رب العزة والعظمة والجبروت، يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأن حبيبك المصطفى قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأدى الأمانة على وجهها يا رب العالمين، أدى الأمانة إلى الملائكة وإلى الإنس والجن يا رب العالمين يا الله،
يا الله فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا سيدي يا رسول الله أمدنا بمدد من عندك، أدخلنا في بحرك يا سيدي يا رسول الله، أدخلنا في بحر تجلياتك يا سيدي يا رسول الله، لا تتركنا على الأبواب واقفين، بل أدخلنا إلى دارك يا سيدي، دار الخلد، دار الخلد يا سيدي يا رسول الله، دارك الذي بشرك وأعطاك الله إياه أن جعل ذكرك واسمك مع اسمه، حيث لا يمكن أن يقال لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يا رب، يا ربنا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى سيد السادات ونور الموجودات، يا من لا ملجأ منه إلا إليه، فلا تخيب رجاءنا يا الله. يا سيد السادات ونور الموجودات، يا من هو الملجأ لمن مسه ضيم وغم وألم، أتوسل إلى جنابك الأعظم بهذه السادات، بأهل بيتك الكرام يا سيدي يا رسول الله، بأوليائك بأصحابك الفخام، أن لا تردنا عن بابك خائبين ولا للحظة واحدة يا ربنا يا الله، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي سيأتي أمامنا، شهر ربيع الأول. اجعل تجليات ولادة بعثة حبيبك المصطفى علينا تتجلى بها علينا يا الله يا الله يا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن اللسان قاصر والقلب خائب والعقل غائبا ونحن لا ندري أين نحن، العباد لا يدرون أين هم إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فيا سيدي يا رسول الله، أخبرنا بما يجب علينا أن نقوم به. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه. فنحن منتظرين يا سيدي يا رسول الله كرمك وعطاؤك حتى نأخذه. ما هو الذي سنأخذه؟ هل هو العلم الشرعي؟ هل هو العلم الفقهي؟ أو هو علم الحديث؟ فهذا كله موجود وأخبرت عنه. نريد يا سيدي يا رسول الله، إضافة إلى ذلك، نريد يا سيدي رجاء أن تفتح على قلوبنا من الأسرار، من الأسرار، لأن القرآن كله أسرار وكله إشارات وكله كلمات مقطعة وكل حرف له مدلوله. فأفض علينا من هذا المضمار، فأفض علينا من هذه الأخبار الذي أفضت عليها أوليائك الكرام وصحابتك الفخام يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. أي هذا أمر على كل مسلم ومسلمة وعلى كل إنس أو جن وعلى كل الملائكة، وهي آية من آيات القرآن. والقرآن معروف بالدليل أنه كلام الله القديمي وليس بمخلوق. القرآن ليس مخلوقا، بل هو قديمي وهو كلام الله. فإذا هذه الآية غير مخلوقة، بل هي
من القرآن في كلام الله القديم، ولا يدري أحد معنى كلام الله القديم، لأن الكلام القديم له أسراره. أما ما أرسل إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو القرآن الذي نقرأه. أما القرآن الذي علمه ربه للنبي صلى الله عليه وسلم هو نفس آيات القرآن الذي نقرأه، ولكنه بالأسرار. وإذا لم ندرك الأسرار فيعني ذلك نقص كبير منا، لأن الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، أي مرج بحر الظاهر وبحر الأسرار. فعلينا نحن أن نتدارك إلى أن نصل إلى بحر الأسرار، كما كان أبو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه يقول: يا رب كيف الوصول إليك؟ وجاءه الخطاب بعد مدة طويلة تركه الله عز وجل على بابه يطلب الدخول، كيف الوصول إليك؟ حتى جاء الخبر: يا أبا يزيد، تريد الوصول إلى الله تعالى؟ فاترك نفسك وتعال. فعلينا أن نترك أنفسنا، أن لا نغضب، أن لا نحسد، أن لا نكره، بل نسامح، أن لا نقول لأي أحد لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا، والأولياء الله هم كالشلال النازل من الجبل ويصبح نهرا وينتهي إلى البحر ويدخل في المحيط. فعلينا أن نمتثل ذلك بأن ندخل بحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الباب مفتوح، حيث قال في أحد صيغ الصلاة على النبي: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. فهو الفاتح لما أغلق، فكل مغلوق هو فاتحه، وكل سر هو فاتحه، وأسرار القرآن من أسرار القرآن هو فاتح على قلبك على مقدار ما تتحمل. فنرجو الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا، وأن نرجو من النبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله، أنت سامعنا، أنت حاضرنا، أنت ناظرنا، نرجوك يا سيدي يا رسول الله أن تفتح على قلوبنا من معاليم القرآن والإسلام. ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي. فإذا إن الله وملائكته يصلون على النبي هي آية من القرآن، وهي قديمة كقدم القرآن، والقرآن كلام الله، فهي من كلام الله. فأمر الله عز وجل الملائكة بالصلاة على النبي، أي كانوا مشاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا عليه. كيف أنت تصلي على شيء لم يكن موجود؟ ونحن نعلم أنه أول ما خلق الله عز وجل نور النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يكفي نور النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كان بشخصه لابسا تجليات ربه عز وجل، حيث قال: ألبسه من هذه البركات هذه الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فأول ما خلق الله نور النبي،
القلم جاء قبل أو بعد؟ هل جاء قبل النور أو بعد النور؟ أول ما خلق الله النور، نور النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر القلم الله عز وجل أن يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي القلم جاء بعد خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القلم كما ما هو معروف في حديث عبد الرزاق أن القلم الله عز وجل خلقه من نور النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو هذا القلم؟ من هو القلم الذي يمكن أن يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا قلم من نور النبي صلى الله عليه وسلم، أي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن لأحد أن يفهم معاني سر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان من مخلوقا من نوره. والقلم أول ما خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم فكتب لا إله إلا الله، ثم قال الله عز وجل اكتب محمد رسول الله، قال وما محمد حتى قرنت اسمه باسمك وما محمد. هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم عندما نوره الذي أصبح من نوره خلق القلم، أصبح من نوره صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن أمام ربه عز وجل أن يظهر مقام العجز، حيث قال وما محمد، أي يا ربي من محمد حتى هو بشر، ومن محمد حتى يكتب اسمه مع اسمك. فالقلم لم يعرف الجواب، وهو القلم هو من نور النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعا لله عز وجل قال يا ربي ومن محمد، أي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي مقام العجز الخالص أمام الله عز وجل. عندما خلق الله عز وجل نور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلق الأشياء من نور النبي، وخلق القلم من نور النبي. ولذلك قال في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من هو المعلم؟ الله الخالق. من هو المعلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، علم بالقلم، أي أعطاه الله أمرا أن يعلم بالقلم، وعلم الصحابة كان منهم من يكتب، أي إشارة إلى إظهار أسراره لهم بواسطة القلم. ولذلك كثير من الأولياء مثل محي الدين ابن عربي، مثل أبو يزيد البسطامي، ومثل سر السقطي، وسليمان الديراني، والجنيد البغدادي، كلهم كتبوا بالقلم، وكل المخطوطات الآن بالقلم. وهذا القلم هو من سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم به الله عز وجل الإنسان. الله سبحانه وتعالى صاحب كل شيء ويملك كل شيء، وهو علم النبي صلى الله عليه وسلم علوم الأولين والآخرين، ومع ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر عجزه الكامل. وبذلك العجز وإظهار العجز دعاه ربه إلى حضرته. وعندما تدعو من تحب تزين له المكان، فبماذا زين الله عز وجل الجنان لحبيبه المصطفى؟ عندما يأتي ضيف كريم تزين المنزل، وتزين الشارع، وتزين الطريق،
حتى تستقبل ذلك الزائر. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ دعاه الله إلى حضرته في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه السورة تدل على المعراج، ولم يسميها بالمعراج، سماها بالإسراء، لأن الإسراء في حد الدنيا، أما المعراج في حد الآخرة. من العلوم غير معروفة، من الأسرار، معراج النبي من الأسرار، ولذلك لا يمكن إذا سماها باسم المعراج يمكن لمعرفة كثير من الحقائق داخلها، أما أغلقها ولم يسميها باسم المعراج، سماها باسم الإسراء. أي يا عباد الله، إن كنت يا عباد الله، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الله عز وجل أعطى إذن، أعطى للجميع، إذا أردتم أن تنفذوا إن جن أو إنس من أقطار السماوات تفضلوا، ولكن لا يمكن أن تنفذوا إلا بسلطان. فسورة الإسراء هي في حد الدنيا، إذا أردت أن تنفذ إلى أقطار السماوات والأرض يجب أن يكون عندك سلطان. ومن هو السلطان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفذ إلى أقطار السماوات والأرض، وهذا السلطان هو النبي. تريد أن تنفذ في أقطار الدنيا فانفذ. يستعملون كثير من الطائرات الآن، أو سبيس شاتل، سبيس شيب، فيمكن، أما النفوذ إلى أقطار السماوات والأرض يجب عليك أن تجد سلطان. ومن هو السلطان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. عندما دعاه ربه دعا ذاك السلطان، فزين له الجنان حتى يستقبله استقبال الملوك، استقبال كرم الله عز وجل، عظمة الله عز وجل. فزين الجنان بماذا زينه؟ بكلامه القديمي، بكلامه القديمي، لأن الكلام القديمي القرآن هو أعز ما يمكن، هو أزين ما في الوجود ظاهرا ومعنا وغير مخلوق. فزين الله عز وجل السماوات والجنان بآيات من القرآن، ومنهم آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. زين الجنان بزينة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فزينة الجنان هي الصلاة على النبي. ويوم القيامة من يدخلهم الله عز وجل إلى الجنان هو زينتهم صلاة على النبي، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه الله من نور النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الملائكة بتزيين الجنان تحضيرا لتلبيس النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصلوات له ولأمته إلى يوم القيامة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أول جنة، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم مقعد الصدق، جنة الفردوس، حتى وصل إلى قاب قوسين أو أدنى. فكان قد لبس كل هذه الألبسة، أي ألبسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وألبسة أسماء الله الحسنى التي تجلى الله عز وجل عليه بها، فجاء إلى حضرة الحق عز وجل بزينته الكاملة، فاستقبله ربه بهذه الزينة. إن شاء الله سنختم بهذا الفصل الأخير.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي خذوا أفضل ما عندكم إلى كل مسجد. كل مسجد مش فقط مسجد واحد، أما معظم المساجد، كل المساجد أمر إلهي. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لكل مساجد الدنيا يجب أن تأخذوا زينتكم. وما هي الزينة؟ أولياء الله يأخذوا الزينة إلى كل عبد، إلى كل قلب مريد من مريدهم، أي تجليات الحق عز وجل من خلع الأنوار التي ألبسها للنبي صلى الله عليه وسلم. يطلبون من النبي أن يلبس المريدين من تلك الزينة، لأن المريد يصبح قلبه مسجد بذكر الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فخذوا زينتكم عند كل مسجد، أي خذوا حبيبكم المصطفى عليه أفضل الصلاة صلاة معكم، أن يكون في قلبكم ذكره دائما على لسانكم، صلوات النبي صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دائما غير منقطعة في قلوبكم. ولذلك قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي اجعلوا نبيكم صلى الله عليه وسلم ذكره معكم عندما تذهبوا إلى المساجد، فهو زينة المسجد وليس زينة أخرى. هي زينة، إنما زينة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ألبسه الله تعالى عليه من خلع الأنوار في سورة المعراج، في سورة الإسراء والمعراج، وما ألبسه الله تعالى من خلع أنواره في قاب قوسين أو أدنى. فأولياء الله لهم بعض الحظوظ أن يأخذوا من هذه الزينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وباستلطاف النبي، أن يوزعوها على مريديهم أو يوزعوها على الخلق، ويصبح هناك زينة المسجد وليس بالآيات القرآنية المكتوبة في المسجد فقط، هذه جميلة، ولكن الذكر الذي يكون في قلبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقالوا: ماذا وما هي رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وما بالك بحلق الذكر في قلبك؟ فقلبك يصبح روضة من رياض الجنة الله ببركة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا أنت ذكرت النبي بالصلاة على النبي، فيصبح قلبك قلب روضة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك وجدت هناك في كل لحظة تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم وجعلنا دائما على أعتاب الحبيب المصطفى، بحرمة الحبيب، بحرمة أسرار سر سورة الفاتحة. واعلموا أن فيكم رسول الله، ليس لم يقل هو في القرآن الكريم، فسروها بمعاني كثيرة، أي بينكم، ولكن هو يقول أو معكم، ولكن الآية صريحة: واعلموا أن هو فيكم، أي نوره فيكم، كل شيء مخلوق من نور النبي صلى الله عليه وسلم. فنور النبي صلى الله عليه وسلم هما موجود مع كل شخص، ولذلك هو حاضر مع كل شخص، ولذلك هو متصل مع كل شخص. تعرض علي أعمال أمتي، فهو متصل مع كل واحد منا، فالقلب مفتوح، من طرفه مفتوح، من طرفنا مغلق. إذا تقدمنا في العبادة يفتح من طرفنا قليلا فقليلا فقليلا فقليلا، حتى يأتي كأنبوب متواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة العظمى. وفي الدعاء لدخول المسجد، إذا دخلت المسجد اللهم صل على سيدنا محمد وافتح لي
أبواب رحمتك. هذا بين هذه الدعاء وكلامكم قبيلة. نفس الشيء. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وتدخل في بسم الله الرحمن الرحيم وتدخل في المسجد. تطلب من الله فتح أبواب الرحمة. ومن الرحمة؟ في أول بالصلاة أولا. بالصلاة والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن الدخول إلا بمعية النبي إذا أردت أن تدخل في الأسرار. أما أن تدخل طبيعي في الظواهر، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وتدخل. أما إذا أردت أن تقوم في مقام أعلى، تدخل برحمة الله وتتذكر هناك أن الرحمة الكبرى هي الرحمة المهداة هي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغيب عن ناظرك، فدائما قلبك مشغول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل المسجد. وهذه هي الزينة العظمى التي يلبسها الله عز وجل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس فقط بالعطر أو بالمسك أو بالعنبر أو باللباس، فهذا شيء ظاهري عليك به، ولكن للأشياء الباطنية والأسرار عليك باصطحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما اصطحب سيدنا أبو بكر الصديق، تصطحب مع النبي أي بالروحانية في معية النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم ورمضت فعلم والدالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى الحق ولا طريق مستقيم، وانصرنا على القوم المفسدين. اللهم أصلح شأننا وشأن المسلمين، واشفنا وعافنا وعاف مرضى المسلمين، وأمد بعمرنا لإدراك عصر صاحب الزمان يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع حبيبك المصطفى في الدنيا وفي الآخرة وقبل الموت يا ربي يا الله، وفي القبر وعند يوم القيامة يا ربي يا الله، وفي البرزخ، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب كلنا لك عبد يا الله، وأحق ما يقول لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعطينا يا ربي يا الله، نحن ندعوك وعليك الإجابة، ادعوني أستجب لكم. يا ربي يا الله اجمعنا مع الحبيب المصطفى، اجمعنا مع الحبيب المصطفى، اجمعنا مع الحبيب المصطفى. يا سيدي يا رسول الله، نظرة منك يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا كريم الله، يا نبي الله، يا شفيع المذنبين، نظرة منك إلى قلوبنا تبرد بها قلوبنا يا سيدي يا رسول الله. يا رب أنت العظيم، أنت الكريم، بكرمك يا سيدي يا ربي يا الله، بكرمك يا الله، بكرمك يا الله، بعظمتك يا الله، أن تفتح لنا بابا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفتح لنا بابا نافذة إلى حضرة النبي المصطفى. وهذا لا يعجزك يا ربي يا الله، أنت القادر المقتدر، أنت الأول، أنت الآخر، أنت الظاهر، أنت الباطن يا ربي يا الله. فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين. اجمعنا مع حبيبك المصطفى في الدنيا قبل الموت وعند الموت وفي القبر وفي البرزخ وفي يوم القيامة يا ربنا، أن نكون تحت شفاعته. ونرجوك يا ربي يا الله بجاه الحاضرين، بجاه الحاضرين الذين نراهم، وبجاه الحاضرين الذين لا نراهم، وبجاه ملائكتك الموجودين في هذه حلقة الذكر، أن تغفر لنا وترحمنا هذه الرحمة يا ربي يا الله، أن ترينا النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة يا ربي يا الله، نظرة واحدة يا ربي يا الله، يا ربي يا الله، يا الله، يا الله، أنت الله، فلا تردنا يا الله. جئناك يا ربي، جئناك بهذا الجمع الكبير أن تغفر لنا وتمدنا بمدد من عندك لندرك به حقيقة نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. Terima kasih dan mohon maaf segala kekurangannya sebelum kembali supaya dibikin sub lebih tertib untuk memudahkan panitia untuk menyajikan hidangan yang tersedia. Lebih kurangnya kami atas seluruh nama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Islam jazakumullahu ahsan al-jaga, terutama kepada Syekh Maulana Hisam. Amin ya rabbal alamin wa narjukum an nazur fi amal mati insyaallah.